بتاع النودلز. بصوا انا معايا النودلز اللي هي بتتباع دي، مش عايزه بقى الكيس اللي بيبقى معاها ده اللي فيه التوابل والكلام ده، لا انا عايزاها هي بستخدمها كانها زي المكرونه بالظبط، بس عشان شكلها ظريف الولاد بيحبوها هنستخدمها. انا معايا 1 2 3 4 باكيتات، هعملهم رقين في الصينيه. محتاجه تكتري اكتر من كده مفيش مشكله، تقللي برضو براحتك. معايا جبنه شيدر مبشوره، جبنه موتزاريلا، هحتاج تقريبا يعني المقادير بقى اللي هنحطها على عليهم من فوق او على الصلصه في الحالتين هينفعوا. هنحتاج نحط ملح وفلفل، هنجيب بهارات فراخ تمام، هنحط نص معلقه صغيره من الثوم البودره، ونص معلقه صغيره من البصل البودره، ونص معلقه صغيره من الكاري، ونص معلقه صغيره من البابريكا. الخلطه دي كده مع بعض هقولها لكم تاني دلوقتي، بدل كيس اللي هو البودره دوت بتاع النودلز اللي بيبقى موجود معاها، لا هنستغنى عنه ونستبدلها باللي انا قلته ده. ملح، فلفل اسود، نص معلقه صغيره من بهارات فراخ، ثوم بودره، بصل بودره، كاري، وبابريكا. هيبقى خطير تمام. هنعمل له صوص طماطم. عباره عن ايه؟ معايا طماطم مضروبه في الخلاط، تقريبا نص كيلو من الطماطم، عليهم معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم عشان تدينا لون غامق كده وحلو، بصلايه صغيره متقطعه صغير، فصين من الثوم المفروم، رشه سكر، هنحتاج ريحان مجفف او ريحان فريش مفيش مشكله، لو مش عندك بلاش مش مشكله، مكعب مرق، طبعا ملح وفلفل اسود بس، مش هنحط لها ولا لحمه. عايزه انت بقى تحطي التاتش بتاعك، متبقي شويه لحمه مفرومه عايزه تحطيهم، عندك مثلا صدر فرخه ولا ورك فرخه مشوي بايت تقومي منسلاه مثلا في النص كده ما بين النودلز والطماطم، هتبقى خطيره في كل الاحوال، هتبقى حلوه قوي. حطي شويه زيت، مش شويه زيت، معلقه زيت، معلقه واحده بس مش اكتر من كده، عايزاه يتشوح خفيف يبقى لونه كده شفاف مش يدبل قوي، يعني حاجه خفيفه قوي. وبعدين احط له الثوم، انا بس كده مستنيه النار تشد حيلها، وعايزه ايه اجيب البايركس ده اهو، اي بايركس عندك او حتى طاجن فخار او صينيه عاديه، يعني اي صينيه بتستخدميها عايزه تدخليها الفرن هتنفع في الموضوع ده. انا بس دلوقتي بحضر الصلصه اللي ايه هتبقى ما بين طبقات النودلز اللي هنحطها في الصينيه. ثوم زي ما اتفقنا، انا عايزه بس البصلايه ايه تدبل خفيف، هي هتشتغل دلوقتي. حطيت الثوم، هنحط الريحان المجفف كمان كده، ومكعب المرق، نقلب الكلام الحلو ده هو المطلوب، رشة ملح خفيفة، رشة فلفل خفيفة كده اهو. هنقوم عاملين ايه بقى، هنحط الطماطم، طماطم مضروبة في الخلاط وعليها معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم علشان يتقلها ويغمق لونها كده اهو. طبعا عشان الصلصة هنحط رشة سكر خفيفة قوي، رشة بس، بس هذا الشكل الظريف. وابتدي على طول ايه احطها، ادي الصينية اللي معايا ومعايا النودلز اهو، بصوا حطها كده عكس عكاس كده، شايفين كده، وهاجي هنا للصلصة اهو، هقوم حطاها فوقيها بهذا الشكل الظريف كده اهو تمام. الصلصة دي هتسوي كل الحاجات ما تقلقوش. ونحط كمان طبقتين تانيين، وكل بصوا انتوا شايفينها ناشفة ازاي، احنا ممكن نكسرها، شايفينها ناشفة ازاي، كل ده هيطرى بقى طبعا لما ايه الصلصة تلاقوها اشتغلت معاها كده. هيحصل ايه بقى، احنا هنحط في بولة تانية الثوم البودرة وبهارات الفراخ والبصل البودرة، طبعا انتوا شايفين الصينية مكعبلة هتشوفوا دلوقتي، والكركم، انا اسفة، الكاري والبابريكا، وهنخلطهم كده مع بعض. دول بديل يا جماعة توابل الايه اللي بتبقى في النودلز كده. النودلز علشان ناشفة لسه ما استوتش، فهي بصوا مكببة ازاي، كل ده هيروح اول ما تدخل الفرن وتبتدي بقى ايه الصلصة تشتغل معاها وتبقى تمام. اخر حاجة هنحطها من فوق رشة جبنة كده،
ان شاء الله ان شاء الله في خلال الحلقة تكون برضو ايه اخدت شكل حلو اوريها لكم. وانا طبعا كده اهو كده اهو يا شباب، بصوا ده بيبقى كده ايه شكلها، وبتدخل الفرن في الرف اللي في النص، تمام، على درجة حرارة 180 من 25 ل 30 دقيقة بالكتير. يعني احنا هنقول من 20 ل 25 ونشيك عليها كده نشوف اخبارها ايه. المكرونة هنلاقيها بقى طريت ونزلت تحت، والصوص الطماطم طرها وسواها وشرب منها، والجبنة اخدت وش تبقى فظيعة. حطيتها في الفرن وخلصنا واحدة، استاذ احمد هيجيبها لنا حالا قبل ما نطلع فاصل عشان الم اشيائي دي كلها ونرجع.